آلام الظهر واحدة من أكبر وأخطر وأهم المشكلات اللي ممكن أي حد فينا يعاني منها. آلام الظهر بتتسبب أن العيان دوت ما يعرفش يمارس حياته الطبيعية اليومية بشكل مريح. آلام الظهر ممكن آلام الظهر دوت بيجي فجأة في معظم الحالات نتيجة حركة غلط، نتيجة بتوطي بتشيل حاجة من الأرض، بترفع حاجة، بتتحرك بتلف في اتجاه خطأ، حركة مفاجئة بدون ترتيب ممكن ينتج عنها الألم المفاجئ دوت، وغالبا في معظم الأحوال بيكون نتيجة تقلص حاد في عضلات الظهر. طبعا في أسباب كتيرة تانية لألم الظهر غير موضوع الحركات، اللي هو التعرض المستمر لتيارات هواء باردة، تعرض المكيفات، العربية فترات طويلة، ركوب العربية فترات طويلة، عدم ممارسة الرياضة وهكذا. ولكن في النهاية في عندي مشكلة اللي هي ألم الظهر. ألم الظهر دوت بيبقى شيء بيقدر ما بيخلينيش امارس حياتي بشكل طبيعي، ودايما بيبقى فيه ألم في الظهر مع كل خطوه حضرتك بتخطيها، رجلك بتخبط في الارض، بتسمع في ظهرك فوق، فبيبقى فيه ألم دايما انت مؤرق بالنسبه لك ومش عارف تعيش بيه. دايما اي مشكله في الدنيا علشان تحل المشكله تشخص المشكله وتوصل لسبب المشكله عشان اعالج السبب دوت. اي حد بياخد اي مسكن هيخف، ولكن هترجع المشكله تاني لان احنا ما وصلناش للسبب وعالجنا السبب. فالام الفقرات، الام الظهر عامه، لازم نشوف هل الالم دوت ناتج من تقلص حد في عضلات الظهر فانا هقوي عضلات واخد مسكنات وبسط عضلات فالامور ترجع لطبيعتها، ولا ده ناتج نتيجه انزلاق غضروفي. ودي حاجات بنكتشفها مع تكرار الزياره للدكتور. حضرتك اول مره بتروح للدكتور عاده ما بيفترضش فرضيه ان فيه ألم في ظهر انزلاق غضروفي، إلا إذا حضرتك اشتكيت إن الألم اللي في ظهرك بيسمع في رجلك. تسميع الألم في الرجل ده معناه إن فيه انزلاق غضروفي ضغط على منبت العصب أو جذر العصب، فبيسمع في رجل سواء كانت الشمال أو اليمين، ومعاه تنميل أو حرقان حسب مستوى الانزلاق دوت بيوصل لغاية فين. حتى في حالات الانزلاق الغضروفي بنبدأ أولاً بالأدوية، بناخد أدوية، ما بنستعجلش على العمليات، ما بنستعجلش على التدخل الجراحي. لازم نمشي الاول في الادويه والراحه والعلاج الطبيعي. لو احنا في كل الخطوات ديت مشيناها كويس وخدناها كل حاجه خدت فترتها كويس قوي، وبالرغم من ذلك ما حصلش تحسن، قبل ما برضو نجري على التدخل الجراحي اللي هو استئصال الغضروف او تثبيت الفقرات، برضو بنعمل محاوله ان احنا نعمل حاجه اسمها حقن فقرات، بنحقن الفقرات بالبلازما او بالكورتيزون، وديت تدخل جراحي بسيط في نفس اليوم. حضرتك بتخرج في المستشفى من المستشفى بعد ساعتين. في معظم الحالات، في حالات كتيرة جدا بيحصل تحسن رائع تقريبا ممكن يوصل 100% بعد ساعتين من الحقن، بتروح طبيعي خالص، وبعد كده بشوية رياضة وشوية أدوية الموضوع بينتهي تماما. ولو مثلا لا قدر الله الحالة أكبر من كده واضطرينا لتدخل جراحي، بنشخص العيان كويس وبنقول للعيان إن احنا قبل ما بنعمل التدخل الجراحي أنا بشرح للعيان حالته بالتفصيل، وايه التحسن اللي هيحصل بعد الجراحه وايه اللي هيفضل بعدها، لان العيان عمره ما هيرجع سليم 100%. لازم يكون في تدخلات او تحفظات بعد الجراحه، وزنه ما يزيدش، حركاته تبقى محدوده، علشان احنا الغضروف اللي بنشيله بالظبط كده زي انا باثر على الزوايا. انا لازم بعد في معظم الحالات بعد ما نشيل الغضروف بنثبت فقرتين، فده بياثر على حركه العمود الفقري، فلازم يكون في اهتمام بعد كده بالوزن، بالرياضة، بقوة العضلات. ولكن نتائج دلوقتي العمود الفقري، جراحات العمود الفقري برضو زمان كانت مؤرقة جدا وكانت الناس بتخاف منها، دلوقتي نتائجها الحمد لله كويسة جدا ورائعة.